السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلم الكيمياء بثانوية آفاق العزيزية الأستاذ حاتم السيد، منهج كيمياء 2 مقررات. معنا درس اليوم نسبة المردود المئوية. قد درسنا في الحصة السابقة المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائضة، وعرفنا كيف نحدد أو نوجد المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائضة. بالنسبة لهذا الدرس، هو ربط بين الدرس المادة المحددة للتفاعل ودرس نسبة المردود المئوية. نسبة المردود المئوية هذا درس مهم جدا لقياس فاعلية التفاعل الكيميائي، لنعرف أن هذا التفاعل الكيميائي ينتج لنا كمية نواتج كثيرة من خلال تحديد نسبة المردود المئوية. فمثلا افترض أنك تتدرب على الرماية الحرة في كرة السلة، عليك القيام بمئة رمية. من الناحية النظرية يمكنك تحقيق مئة هدف، ولكن إذا أجرينا هذه التجربة فعليا فقد لا تحقق هدفا في كل رمية. إذن للنواتج ممكن تكون نوعين، نواتج نظرية ونواتج أخرى فعلية. نفس الكلام يحدث في التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي يكون هناك مصطلح يسمى بالمردود النظري ومصطلح آخر يسمى المردود الفعلي. المردود النظري هو الكمية الكبيرة من الناتج التي نحصل عليها من المادة المتفاعلة المعطاة، ويقصد به المادة المتفاعلة المعطاة هي المادة المحددة للتفاعل التي درسناها في الحصة السابقة. أما بالنسبة للمردود الفعلي، إذا أجرينا هذا التفاعل الكيميائي عمليا وحصلنا على ناتج ممكن يكون ليس موافقا طبعا للمردود النظري، فهو يطلق عليه بالمردود الفعلي، هو كمية المادة الناتجة عند إجراء التفاعل الكيميائي عمليا. طيب، في المعادلات الكيميائية يطلب منك حساب المردود النظري، ويكون معطيك المردود العملي أو المردود الفعلي، ويطلب منك أيضا نسبة المردود المئوية. بالنسبة لقانون نسبة المردود المئوية، إذا قسمنا الناتج من المردود الفعلي على الناتج من المردود النظري وضربنا هذا أو ناتج القسمة في 100، بذلك نكون قد تمكننا من حساب نسبة المردود المئوي. لذا تحسب نسبة المردود المئوية بقسمة المردود الفعلي على المردود النظري ضرب 100. إذا يحتاج الكيميائيون إلى معرفة فاعلية هذا التفاعل الكيميائي، وهل يؤدي إلى تكوين كمية نواتج مرغوب فيها من خلال قياس نسبة المردود المئوية. إذا هي مهمة جدا في التفاعلات الكيميائية. طيب، بالنسبة للمثال 5-6، تتكون كرومات الفضة الصلبة Ag2CrO4 عند إضافة كرومات البوتاسيوم K2CrO4 إلى محلول يحتوي على 0.500 جرام من نترات الفضة AgNO3. احسب المردود النظري لكرومات الفضة، واحسب أيضا نسبة المردود المئوي. إذا كانت كتلة كرومات الفضة Ag2CrO4 الناتجة فعليا عن التفاعل هي 0.455 جرام. بالنسبة لهذه المسألة، طبعا هو مديك المعادلة اللي هي 2AgNO3 plus K2CrO4 يديني Ag2CrO4 plus 2KNO3. طبعا انت بتنظر للمسألة على اساس ان هي فيها كلام كتير، طبعا انت تروح مباشرة على المطلوب، احسب المردود النظري. المردود النظري كأنه هو بالضبط بيقول لك احسب كتلة Ag2CrO4. الكتلة دي لو كان عندي 0.500 جرام من نترات الفضة AgNO3، ده بالضبط نفس الدرس اللي هو حساب المعادلات الكيميائية لما طلب مني احسب الكتلة ومديني كتلة مادة أخرى. طيب، يبقى الربط كله عندي بين المادتين دول Ag NO3
والمادة التانية اللي هو عايز يحسب لها المردود النظري Ag2CrO4. يبقى المردود النظري دائما بلاقيه من النواتج، لكن المادة المحددة والمادة الفائقة دائما كنت بحددها من المتفاعلات. طيب يبقى أنا خلاص هربط بين المادتين دول. طيب أربط إزاي بين المادتين دول؟ طبعا هو مديك من المادة ديت 500 جرام، يبقى أنا لازم أحولها لعدد مولات، عشان هنا عندي عدد مولات وهنا عندي عدد مولات في المعادلة. إذا أحول المادة دي لعدد مولات. طيب إزاي أحول من جرامات إلى مولات؟ إحنا خدنا قبل كده إن هنا إزاي نحول من جرامات لمولات، إن أنا بقسم على الكتلة المولية للمركب. طبعا لو شفت العدد الكتل الـ AG والعدد الكتل الـ N والعدد الكتل الـ O وضربت العدد جمعت العدد الكتل الـ AG زائد العدد الكتل الـ N زائد العدد الكتل الـ O وضربته في 3 هيديني الرقم اللي هو 169.9. يبقى أنا أقسم الـ 500 جرام أو 0.500 جرام من AgNO3 أقسمها على الرقم دوت فيديني عدد مولات. طيب دلوقتي أنا عايز أعمل إيه؟ دلوقتي أنا عايز أستخدم العلاقة دي اللي هي AgNO3 و Ag2CO4. أنا دلوقتي بقى عندي عدد مولات من دي في المعادلة اللي هي 2، وعندي عدد مولات دي في المعادلة اللي هي 1، تمام؟ طيب تمام. دلوقتي وعندي العدد مولات من دي، لو حولت 0.500 جرام حولتها لعدد مولات فاداني الرقم ده، تمام. يبقى انا ايه دلوقتي عايز عدد مولات لدي. خلاص يبقى اقول عدد مولات المادة المعطاة من هي اللي هنا حولناها اللي هي دي، تمام، ضرب عدد مولات المادة المجهولة اللي هي دي، تمام. ما عدد مولاتها كم في المعادلة؟ 1 مول من Ag2CrO4، وأقسمها على عدد مولات المادة المعروفة اللي هي ديت في المعادلة اللي هي 2 مول منها. خلاص عدد AgNO3 مع AgNO3 هيروح مع بعض، هيفضل لي دلوقتي Ag2CrO4 هي دي. طيب عدد مولاتها كام؟ هضرب الرقم ده في 1 هيطلع، تمام، وأقسمه على 2 اداني 1.47 في 10^3 مول. طيب لما يقول لي احسب المردود، وإن في أول المسألة كأنه يقول لك احسب كتلتها، يبقى أنا لازم أحول وأرجع تاني أحول من مولات إلى جرام. إزاي أحول من مول إلى جرام؟ هضرب بقى، مش هقسم على الكتلة المولية، لأ هضرب فيه للكتلة المولية للمركب ده. لو أنا جبت العدد الكتل الـ AG وضربته في 2 زائد العدد الكتلي الـ CR زائد العدد الكتلي الـ O وضربته في 4، الناتج بتاعي هيديني 331.7 جرام. هو دي الكتلة المولية، أضربها في عدد مولاتها اللي احنا طلعناها اللي هي 1.47 في 10^3 فيديني كتلتها. هو ده المردود النظري. طيب بالنسبة لنسبة المردود المئوي، قلنا القانون اللي عندي اللي هو المردود الفعلي على المردود النظري ضرب 100. طيب فين المردود الفعلي؟ اهو بيقول لك اذا كانت كتلة كرومات الفضة اللي هي المادة اللي احنا حسبنا المردود النظري لها اللي هي دي ناتجة فعليا عن التفاعل هي 0.455 جرام، هي دي المردود الفعلي. تقسيم المردود النظري اللي هو الناتج بالجرامات اللي أنا حصلت عليه للمادة، يبقى أقسمهم على بعض بعدين أضربهم في 100 يديني نسبة المردود اللي هي 93.2%، هي دي نسبة المردود المئوي. شكرا على حسن استماعكم لنا، مع لقاء قادم إن شاء الله الحصة القادمة.